السلام عليكم متتبع قناة حسام الأمل المتنوعة، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم هانية وكل شي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. غبرت عليكم شحال نقول لكم، الله يصاوبو صافي. كدايرين مع الصحة؟ بخير ايوا، نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة ان شاء الله الفيديو اليوم غادي نشارك معكم انا بعدا. اول حاجة كنت قلت لكم قبل بخصوص التطبيق ديال دوك الرجيمات اللي حطيت، والله حتى باغا نديرهم راكم عارفين، غير الصيف شويه كيكون انسان شويه مديرونجي، مي ان شاء الله راه غادا نخدم معكم هذوك الرشيمات. هاكا شي وحدين نختارهم اللي ولا نتوما اختارهم اللي فيديو الفيديو السابق وحطوا لي، وانا غادا زعما انا نطبق لكم الرشمه اللي بغيتو. مي لما كانش انا غادا نختار وغادا نختار ونطبق لكم ان شاء الله. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم هاد الرشيمه، هادي خفيفه قندوره بيضاء اولا بيض ماشي قرطاس، وخدمتها بالعقيق باللوينات هكا خفيفه، صراحه كتجي زوينه الرشيمه ديالها، سهله وزوينه. انا غنوريكم انا بغيت كنهضر معكم دابا وفي نفس الوقت خدامه، بغيت باش نوصل معكم البداية ديال الرشمه. ولا شوفوا معي هنا راني خادمه بالبيض، هو الاول بديت وحده جوج قطعت ودرت ثلاثه ودخلت الغوص. هنا كيجي بحال هذا الصفر هذا، شوفوا يعني كتجي هكا وكتجي بحال هكا يعني مثلث، وفيت هذاك في الجناب وزايد هنايا. المهم غادي نكمل معكم الرشمه. انا غادي نوصل صافي هذيك بحال دابا حاليا غنوصل للرشمه في البيض، غادي ندخل فيها لون بحال يلاه عاد غنبداها كيف ما هنا في البيض. شوف معايا انا هنا بديت البيض وحده، درت الفوق جوج قطعت، درت ثلاثه غوز بحال خادمه ديجا الغوز لتحت والبديه ديالو، عاودت خدمت هذا الخط هذا، ومن بعد بديت الصفر. شوفوا معايا بديت الصفر، ها هو الصفر كنخدم بيه وحده، فوق منها جوج وحده، وعاش البيض بحال التتمه ديال هادي. يعني لو كان انا مثلا درت في العرض ربعه غادي هنا غادي يجي بحال هكا، وغادي وحده هنا عاش هادي فوق منها، غايجيو متابعين. ومن بعد درت هاد الخليضر هذا ودرت البيض، يعني انا غندير كل جوج لوان ونفرقهم بالبيض، كل جوج لوان غنفرقهم بالبيض. انا دابا درت الصفر والخضر قسمتهم بالبيض، ها هو غندير الغوز. انا غنشوف دابا غندير مع واحد الشويبي عندي وغندير ثاني البيض وندير نفس هاد اللوان اللي هو الصفر وهاد الخضيضر هذا. انا هنا غندير دابا الغوز اللي هي بحال تتيمه ديال هذاك الصف، ولكن غنبداو الفي الاخرى، الفي غندير فيها هاد الشويبي هذا. انا عندي الزرق وعندي هاد الشويبي، ما بغيتش ندير الزرق فونسي، درت هاد الشويبي هذا بارد غيجيني زوين مع الغوز، احسن من داك الشيبي، احسن من الزرق ملكي. شوفوا معايا دابا غادي ندير الغوز، الغوز بحال هكا، وغادي نجي انا بصراحه كنت غنبدا معكم ولكن كنت شويه مبرسطه، غير بديتها وخليتها صافي ما بقيتش خدمت. انا صراحه كنت بديت تجلابيتي، بديت في 21 سنتيم وحطيتها، درت فيها الحبه والسامبل، بقى مازال ما كملتهاش، حتى غنشاركها معكم وغندير رشيمه من دوك الرشيمات اللي انايا قلت لكم، دوك الرشيمات اللي حطيت لكم، غنختار وحده من هذوك اللي غادي ندير ان شاء الله في الجلابيه ديالي. مهم انا درت هذاك الغوز ثلاثه بحال اللي دابا، ها هو شفتوا، ها هو بحال ديال في هنايا، كندير وحده كندير فوق منها جوج ثلاثه وغاديه. انا هنا شوفوا معايا درت هادو، درت هذاك الشويبي، دابا غادي ندير جوج انا في الشيبي. ها هي ها الاولى، ها الاولى، ها الثانيه، ها هي الثانية، ونضرب في هاد الغرز اللي عندي هنا
ونضرب في التوب. ملي نضرب في التوب غنرجع نرجع في هذيك الغرزة اللي ضربنا، الغرزة اللي حداها، الغرزة عاوتاني اللي حداها، طب هنا ملي كنضربو في دوك الغرز ما كنديروشهم العقيق، ملي كنرجعو كيتزادو عندنا غرز، هنا زادت عندي غرزة، هنا شنو غندير؟ غندير غوز، لو كان زدت العرض غادي ندير عقيقة فوق عقيقة، يعني غيجيني هكا متابعة، ولكن أنا حنت دايرة ثلاثة بحال لي هاد الفراغ في قاسمها. مني درت ديك العقيقة غنعاود ندير وحدة زرقاء بحال لي كنجمع داك المربع، كنعطي داك الشكل هكاك، كنجي ندير غوص، بحال هكا، نجي عاوتاني نضرب هكا، نقص بعيد مني مي معليش، غنرجع في داك العقيق اللي عندي، غادا نعمر عاوتاني، بحال هكا، غادي نضرب بحال هكا، هنا نجي نضرب فوق العقيقة الغوص، وغندير وحدة في الشيبي باش غادا نفرع فوق من ديك الكوزة، هاد تاني، وغنضرب هاد الغرزة اللي عندي هنا في الجنب، ونرجع، هيا، ملي غنرجع نضرب في ديك الغرزة اللي ضربنا، هي اللي كتولي عندنا غرزة زيادة، كندير غرزة قبل من العقيقة وغرزة موراها، هاهما هنا ولات عندي غرزة، ما بين العقيقة والعقيقة. وهنا الغرزة الاولى اللي ضربنا فوق من العقيقة، دابا غنجي عاوتاني هنا، دابا غادي ندير الشيبيات، غندير وحدة شيبية وحدة بيضة، لانني انا كل جوج الوان كندخل بيناتهم الابيض، غندير هذيك شويبية وغندير وحدة في الابيض، ها هي، وغندير وحدة شيبية، بحال هكا، نضرب في التوب. البنات في الراندة كنحاولو أننا نبعدو الضربة باش كتجينا الخدمة زوينة، لأنو العقيق كيكون عندنا كبير شوية، ماشي بحال العقيق مهرسة أولا راندة، كنبعدو في المسافة باش ميجيناش داكشي هكا مهكرش، كتجي الخدمة مسرحة. صافي، ودابا غادي نجي ندير بحال هكا، انا نخدم معكم غير بارتي هكا اللي فيها البيض وصافي، كنجي لهنا كنضرب في الثوب، كنضرب في الخيط اللي فوق العقيقه، وغادي نجي ندير جوج في البيض. البنات هذا العقيق النمره جوج اللي خدامه بي انا، البره النمره 8 اولا 9 على حسب اللي غيدخل لكم في العقيق، والخيط على جوج، ها نتوما شوفوا معايا، غادي نجي نضرب هنا، دابا غادي نجي نضرب هنا في الغرزة اللي زدنا أولا اللي درنا، ونجي نضرب هنا، غادي نجي نضرب في ورا العقيقة، وغنجي نضرب هنا في التوب، وغادي نجي ندير عقيقة شيبية هي الأولى، ها هي، ونضربها هنا فوق من العقيقة، وندير عقيقة في البيض، ها هي، وعقيقة في الشيبي، وغنضرب في التوب، وغادي نكمل عاوتاني بنفس الطريق، شوفوا معايا، شوفوا معايا بحال هكا، دابا انا تسالي الخيط، وغنبقى غادي بنفس الريتم، يعني
غادي نمشي بنفس الطريقه. شوفوا معايا راه بان الرشمه على ما اعتقد باينه. شوفوا معايا هنا الصفر كيجي مربع بحال هكا، هنا كيتفرع، هنايا كيجي الخضر وغادي شي داخل فيه شي يعني بحال مثلث في مثلث. وانا حاول باغا ندخل البيض اكثر، وانا في الاول صراحه كنت عواله ندير البيض هو اللي نخدم به الاطارات، وهاد الوسط نديرو باللوينات، يعني هاد المربعات هادو نديرهم باللوان بحال هكا، والجناب كله يكون بيض. مي فاش شفت هاد الرشيمه هادي وعجبتني قلت فوالا غندير هاد الطريقه هادي باش غادي تجي زوينه وتعطي جماليه للثوب، لانه بيض بغيت نلعب على الالوان. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى الله ينال اعجابكم وشكرا على المتابعه.